السلام ومرحبا بكم الناس كل. اليوم جيناكم بالهاتف ريدمي A2 بلس باش نعلموكم كيفية عمل الفرماتاج عند نسيان كلمة سر أو كلمة المرور أو الشيما. كما تشاهدوا على سبيل المثال حاولت فتح الهاتف أكثر من مرة لكن لا أستطيع. لا. عند المحاولة الخامسة لا أستطيع استعمال الهاتف إلا بعد 30 ثانية. باش نعلمكم طريقة سهلة وهي أولا غلق الهاتف. سنقوم الآن بعملية الفرماتاج. سيتم فسخ جميع المعلومات الموجودة في الهاتف لكن أرجو منكم حفظ الجميل الموجود في هذا الهاتف. أقوم الآن بالضغط على رفع الصوت وفتح الهاتف في نفس الوقت. عملية سهلة وهي الضغط مطولا على رفع الصوت. عند ظهور كلمة شاومي أبقى ضاغطا على رفع الصوت وأحذف الأصبع على مكان فتح الهاتف. كما تشاهدوا عند ظهور هذه الصورة أقوم بالضغط على رفع الصوت وفتح الهاتف في نفس الوقت. كما تشاهدوا تمت العملية بنجاح. دخلنا على المود هارد ريسيت عملية الفرماتاج. أقوم بالنزول إلى فاكتوري ريسيت عن طريق خفض الصوت. ضغط على خفض الصوت ثم أقوم بالضغط على أوكي ثم خفض الصوت أوكي. كما تشاهدوا روبوت سيستم ناو قلوا أوكي. أقوم الآن بالانتظار لمدة 5 دقائق حسب المعلومات الموجودة في هذا الهاتف. سيقوم بفسخ الرقم السري. أقوم بالانتظار حتى يفسخ جميع المعلومات. ولكن كما تشاهدوا بعد مرور 5 دقائق تم فسخ جميع المعلومات. رجع الهاتف ضبط مصنع. نحطوا له الآن اللغة. لغة البلد نحطه على سبيل المثال قل أوكي. هنا أكسبت نيوري. هنا شطب منك بوضع الانترنت. هنا كما قلت لكم الجيميل موجود في الهاتف. هنا يطلب منك بوضع رقم سري. نعدي سيمو نيوري. ننتظر بعض من اللحظات. ولكن تشاهدوا الهاتف متاعي تحل. كل شيء تفسخ. ولا ان شاء الله تكون الطريقة هذه عجبتكم. طريقة سهلة ما تخوش كثير من الوقت. ان شاء الله تكون عجبتكم. شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما جديد. الى اللقاء.